بعد ما رحنا بجولة حول العالم نرجع لعالم The Victorious والتحدي الأخير. بس التحدي مش راح يخوضه المشتركين، التحدي راح يكون بين ريم ضيفة The Victorious وزميلتها إيلي ضد، وأنا كنت ناطرة هنهار من كتير زمان، سالجادو وزميلي شريف. التحدي هو مسار متعرج بيخوضه اللاعبين واللاعبات وهن مربوطين ببعض، الفريق اللي بيسجل اقصر وقت هو اللي بيفوز، والخطا بزيد ثانيه على توقيتهم، والتسجيل بالمرمى بيخصم لهم 3 ثواني. جاهزين صبايا؟ شريف جاهز؟ جاهز على الخساره؟ الكره بملعبكم. مره اخرى نعود مشاهدينا الكرام في تحدي جديد في برنامج فيكتوريوس، ولكن أمام الثنائي ريم مايلي في تجاوز الأقماء. الآن نشاهد هنا عملية المرور، يتقدمون إلى الأمام نحو الوصول إلى المرمى، وصلوا بنجاح. والآن عملية القفز والقفز وتسجيل الأهداف. نعم هكذا هي كرة القدم، لعبة الجميع. نستمتع معا مشاهدينا الكرام مع هذه اللمسات الرائعة التي نشاهدها كما يفعلونها في تمارين الكبار في عالم كرة القدم. هنا مرة أخرى سجلت بنجاح ريم. شيف العربي إذا مشاهدينا الكرام، هنا الآن إسباني مع الكبير شريف يتقدمون الآن لتجاوز هذه الأقماع. لديه اللمسة الحبيب، لديه اللمسة. هنا يتقدم الآن كابتن بركات، يضحك ويبتسم الآن. هنا تقدم سالجادو مع شريف نحو تسجيل مرة أخرى. الآن الاختبار، هل ينجحون في السيطرة على الكرة؟ سالجادو مع شريف، هنا أيضا عملية السيطرة بطريقة ناجحة حتى الآن. شريف مع سالجادو، بات من سالجادو. ضاعت من سالجادو. لجنة التحكيم، إيه رأيكم في أدائي أنا وسالجادو؟ تييري أنري. Well, first I have an idea. So, Schneef Barakat, I'm actually gonna ask the player, one player or the players to judge you guys, especially Coach Mitchell. Okay, who is going to judge? So, I think. I think it will be a bit maybe too much for the nominees. Maybe not. Maybe it's a chance for them to have a go at the coach, maybe. But I'll ask the captain. Captain to talk about the performance of the coach and Sheriff. You have to. You have to. It's your chance to have a go at them, if you want. Hey, فرصتك تنتقم اليوم. قريب لعندي، قريب لعندي دور. He's gonna be Eldo? Eldo, be careful, eh? I see the coach. Watch out. عامل التمرين كتير منيح الكوتش، وخاصة في بكرة. No! We want the truth! أنا ما بوافق الرأي، ما حتى صاب الجول يعني الكوتش. شريف بيطلع منا بس فيك تعطي أحسن. تيري ذاتس ذا أدفانتج. No, hey, wait. Now I know why he's the captain. كابتن خالد شنيف شو رايك؟ ممتع، وفاجئونا بصراحة الصبايا على السرعة. إن شاء الله السنة الجاية في أكاديمية أو ذا فيكتوريوس تكون للصبايا إن شاء الله على الأداء اللي شاهدنا. الاثنين اللي هنا. I'm waiting for you, Captain Schneef. بكلمك بجد يعني حاجة تكسف. أنا مكسوف. يعني أنا شفت أداء البنتين ريم وإيليا، حاجة كده تفتح النفس، في كوميونيكيشن،
المشية الزجزاج وهم بيحطوا الكورة ستايل حتى وهم بينطوا. تبصي بعد كده على سلجاد وشريف بصراحة الواحد كان عايز يقوم وما يكملش الحلقة. حاجة شكرا لأعضاء شريف وسلجادو، انتوا بدائرة الخطر. Just one thing. Obviously, it was really good. We missed some communication in here. They practiced. But all the time I play some game in here, the judges cheat on me. Everybody is cheating on me. Okay, that's the thing. You want me to lose? That's okay for me. It's okay for me. The good thing is I got the players with me. The most important, more than that. That's why we wanted to do something like that. It's about the guests. Rim, I love to have you in here. It's amazing for us, you know, for the show. And for me, I was in the casting. You were amazing. And I have to say that it was a shame I couldn't work with you a little bit longer. But girls, and you know, women are so passionate in football right now. They are pushing so hard. And you have a lot to say in this sport, believe me. You are more than welcome.